بقول لك يا خالد، انت محروق على عمرو ليه؟ كانك ما صدقت تجيبه. صراحه بكرهه. طب وهنعمل ايه؟ نسكت نسكت خالص. اي كلام هنقوله مش هيفيد، بس هيضرني انا وانتي ولينا الله يرحمها. بلاش يا ايمن، البت دي اتظلمت كتير، وبعدين كفايه عليها اللي حصلها لحد دلوقتي. ايوه عمرو، بس ده شغلين. قلت لك بلاش يا ايمن. ايه، هتخليني اطلع اتكلم عليها غصب عني؟ لينا كان ليها علاقه خاصه بحد. خاصه بحد ازاي يعني؟ يعني بتحب حد، مرتبطه، مصاحبه. عموما انا بقى عرفت انا هعمل ايه. هتعمل ايه؟ نفس اللي كان هيعمله عمرو بالظبط لو كان مكاني. الحق عيش لك يومين انت وايه، عشان اول ما اليومين دول هيخلصوا قمر هتلبس الاساور وهتتزف على طورها. ماشي يا شبح. بص كويس يا انس رانيا، الراجل اللي شفتيه مع لينا كان شكله شبه كده ولا لا؟ هو يا التهريج ده، هو مين؟ تعالي هنا. هو انا ايه، شبح؟ مين ده وعايز ايه؟ بص يا محسن، خلاص